السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ما هنضيف إضافة جميلة، وهي النصوص العربية والنصوص الإنجليزية والزخارف الإسلامية في برنامج محرر الصور، عشان نستخدمه في التحرير أو التعديل على الاستيكرات والكتابة على الصور بطريقة احترافية. يعني حتى أي صورة ممكن تكتب عليها اسمك بطريقة احترافية، حتى صور الفيسبوك وصور الكفر اللي انت بتعمله للمواقع التواصل الاجتماعي. يلا بينا على طول هندخل على برنامج فك الضغط. بعد ما تحمل الخطوط من عندي في القناة، هتدخل تشوف انت حملتهم فين. انا حملتهم وهيجاني بهذا الشكل، هيصار لك بهذا الشكل. هتفك الضغط منه كده، هتضغط عليه ضغطة كده وتعمل الاستخراج، هيتفك منه الضغط على طول عادي بدون اي مشاكل. هيتفك معاك الضغط، هيظهر لك هنا في مجلد، وداخل المجلد هيظهر لك ثلاث مجلدات تاني ومقسمين، يعني هنا اسلامي وتشكيلات وخطوط عربية وانجليزية. دي كلها خطوط هنستخدمها في برنامج. هنطلع كده وهناخد الحافظة دي كلها، المجلد ده كله نحتفظ بيه في مكان معين، ويكون مكان سهل الوصول اليه عشان نوصل اليه من برنامج فك الضغط. وانا اخش مثلا في التحميلات، هضعه هنا كده عشان يبقى موجود هنا عندي سهل واستخدمه برنامج فك الضغط. هرجع كده هقفل ده وهفتح برنامج فك البرنامج محرر الصور، وهنجرب على صورة خلفية شفافة. تمام، بحيث ليه شفافة؟ شفافة بحيث ان انا لو انا حفظت الصورة او حفظت الشكل، ممكن ان انت برضو فيما بعد الصورة او الشكل تحطه على اي ستيكر، هتحطه على اي حاجة، لانه هتبقى الصورة صورة الكتابة او الظروف اللي انت استخدمته شفاف بدون خلفية، يعني ممكن تستخدمه في اي حاجة تانية. وهنشوف مع بعض ازاي. انا مثلا هكتب اي اسم عشان نجرب عليه. هنكتب النمير للتطوير، وكلمة نمير للتطوير دي البحث لقناتي، اسم القناة بتاعتي. تمام، هاجي هنا في خصائص. في خصائص هضغط تحت هنا كده، دي الخطوط الخاصة بالنظام. لا، احنا ندخل على خط خاص. هندخل على خط خاص وهنشوف. طبعا انا وضعت مجلدات، وضعتهم في، هتلاقي الخطوط اهي كده، هدخل عليها. ادي الخطوط اللي انا استخدمتها، هيظهر لي الخطوط دي كلها اشكال جميلة. بعد ما اخترت خط مثلا زي كده، مثلا اي خط انت هتختاره، من خلال الخصائص هنا هقدر اعدل عليه، يعني ممكن اعمل له زي ما انت شايف كده، هعمل هنا تباعد الخطوط، هعدل عليه كده. هنا الشفافية، ده بالنسبة لي تعديلات على الخط. طيب، احنا عارفين طبعا دي وشرحناها قبل كده، الحياة اللي هنا، الخصائص اللي هنا شرحناها قبل كده في فيديوهات سابقة. هنختار لون احمر زي كده، برضو كده نختار الخط الخارجي، نخليه في الاسود عشان يبان بس معايا. وهنيجي نشوف الخطوط بقى. هنا الخطوط اللي زي ما انت شايف كده خطوط كتيرة، اختار الخط اللي يناسبك واختار الخط اللي يريحك. تمام، هنشوف خط تاني، التشكيلات. التشكيلات، بالنسبة للتشكيلات، لو احنا اخترنا مثلا شكل زي كده، هيديني شكل زي كده. وكمان لو انت جيت غيرت بالنسبة للتشكيلات، كل خط، كل حرف انجليزي يديك شكل معين، يعني يديك شكل كامل زي ما انت شايف كده.
انا كتبت حرف بس واحد اداني شكل كده. ده بالنسبة للأشكال. هنخش على الخصائص، نقلل من الخط الخارجي شوية، هيبقى بنفس هذا الشكل، خطوط كتيرة وأشكال كتيرة. هنا برضو خطوط زي ما انت شايف كده. ده خط برضو. زخرفة كده جميلة. لو غيرت الحرف، يعني كل حرف زي ما انت شايف كده، يديني شكل تاني. كل حرف ليه شكل. واقدر اعدل عليه مثلا بالنسبة للخط الخارجي، بالنسبة لما حبيت ان انا مثلا اعمل له تظليل ظل زي كده. تمام. عملت له ظل، او اشيل الظل من هنا كده، اضغط هنا كده، لو هنا شيل الظل، لو دوست على حرف الاكس ده هيشيل لك الظل. على خطوط الانجليزي نختار اي خط انجليزي، هنكتب مثلا اسم القناة برضو، ونيجي على خصائص خط زي كده مثلا، او خط زي كده. حبينا نزود الخط الخارجي، زي ما انت شايف الخط عامل ازاي. الكلمة الانجليزية اتغيرت وبشكلها جميل. ممكن هنا تعمل التباعد من الاحرف. طيب هنشوف غيرها برضو. اشكال كتير زي ما انت شايف برضو كده. هنا نيجي على تطريز الظل، نيجي الظل كده نعمله كده، نديله لو لغيت. انت فنن واختار الطريقة اللي تناسبك. لو جينا برضو على الخط الخارجي، زودنا كل خط بيحتاج شكل معين. طيب انت دلوقتي عرفت ازاي ان انت تشكل، وازاي ان انت يعني تكتب الصورة بطريقة احترافية. عايزين الصورة دي مثلا نحفظها، وعايزين نستغلها يعني تبقى موجودة معانا على طول. اوصل كده الشغل، وهظبط كده الشغل، واخليها كده مالية الصورة، وهظبطها على الشكل والوضع اللي انت يعني خلاص استقريت عليه. استقريت على الشكل ده كده خلاص. تمام. استغرت على كده. تمام. هضغط صح كده، احفظها بالصيغة بنت عشان تجيني شفافة زي كده. كده حفظتها. جيب صورة، صورة عادية، اي صورة. جبت الصورة زي كده مثلا، هجيب صورة كتابة او صورة من هنا كده،
انا بوريكم ازاي ان انت الاسم حتى هتضيفه على اي حاجة بعد كده، تجيب صورة بعد كده زي كده، حط الصورة زي ما انت عايز على ستيكر مثلا، على ستيكر. خلينا نرجع كده ونجيب ستيكر المكان اللي انت عايزه. انا طبعا كتبت اسم كده وخلاص، يعني اسم اي اسم وخلاص كتبته، لكن انت ضيف يعني اعمل صورة جميلة وضيف ضيفها زي ما انت حابب. تمام، ممكن تضيفها في اي شيء. وبكده يبقى شرحنا خلص، وازاي عرفنا ان احنا نستخدم النصوص، وازاي ان احنا عرفنا ان احنا نحفظ الصورة بحيث ان احنا الصورة يعني نحطها في اي شيء، يعني الصورة ممكن تبقى موجودة في اي مكان بطريقة شفافة. وبكده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.